بسم الله الرحمن الرحيم نواصل الحديث في باب ازاله النجاسه عندنا مساله في بول وروث ومني ما يؤكل لحمه هل هو طاهر ام نجس مثل بول آه وروث ومني الضان والابل والمعز والدجاج والحمام ونحو ذلك مما مما يؤكل هل ذلك نجس أم هو أم هو طاهر؟ المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أن ذلك كله طاهر، واستدل على ذلك بعدة أدلة، الدليل الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم سُئل أن أصلي في مرابض الغنم؟ قال نعم، أخرجه البخاري ومسلم، وهذا يدل على أنها طاهرة، فلو لم تكن طاهرة لم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة في مرابض الغنم، ونعلم أن مرابض الغنم أنها تتبول فيها، ويكون فيه فيها الروث ونحو ذلك، وأيضا يدل على طهارتها أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف حول الكعبة على البعير، ولا شك أن أنه إذا طاف على البعير فقد يخرج من البعير العرق، وقد يخرج منه اللعاب، وقد يخرج منه البول ونحو ذلك، وهذا الحديث أخرجه مسلم. أيضاً من ما يدل على ذلك على ان بول وروث ومني ما يؤكل لحمه من الابل والبقر والغنم والدجاج ونحو ذلك انه طاهر ايضا من الادله على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر العرانيين ان يشربوا من ابوال ابل الصدقه والبانها وهذا عند البخاري ومسلم فهذا دليل على طهارتها وكذلك عرقها وريقها كله طاهر لما سبق من الادله على ذلك هذا والله اعلم واحكم